يوجد رجل يغترب عن زوجته حوالي 8 أشهر واحيانا سنه كامله مع العلم ان هذه الغربه البحث عن الرزق، فهل على شيء قبل زوجته؟ لا حوالي يعني اذا اغترب بسؤال الرزق وهو طلب العلم وجعل عند زوجته ما يكفيها او وكل من محاريها واهليها من يقوم عليها فهذا لا باس عليه ولكن إذا تيسر له أن تكون غيبة غير طويلة في هذا الزمان الخطير وهذه الأوقات التي ملئت بالشرور، إذا تيسر له أن يكون أن تكون غربة مدة قليلة كأربعة أشهر أو 3 أشهر أو يأتي إليها بين وقت وآخر ثم يرجع إلى عمله في العطلة التي تمكنه في كل شهر يومين 3 يوم 1 أقل أكثر ينبغي أن يحدث حتى لا يكون على المرأة في هذه الغربة خطر من هذه الغربة في هذه الأوقات الخطيرة التي كثر فيها دعاة الشر ودعاة الفساد، إذا استطاع فليعمل وإذا لم يستطع فالغربة التي تقارب هذا من 6 أشهر إلى سنة لا يضره ذلك، إذا ترك لها ما يكفيها من عند أهلها أو عند وكيله الذي هو محرمها أو ما أشبه ذلك.